كنا نيجي نحضر أسبوع الآلام ونستمر بعد أسبوع الآلام في عيد القيامة ويوم الأخ يوم الاثنين حفلة الشمل السيم. فكان اللقاء فيه كنت أنا أذكر أن أنا كنت لسه شاب بالبيجامة، كان سننا حوالي 72 سنة، وكان الآباء الرهبان عدد صغير، كنا حوالي 15-20-25 راهب، والشباب كنا حوالي 15-20 شاب. فكان اللقاء ده هو اللقاء ومفرح جدا، كنا احنا بنقعد وكان الأبهات يخدمونا. فاكر كنت بشوف سيدة مشهودة يولع الشرية ويولع الملأ بتاع اللي يعسبوا فيه الطعام، وأنبا توفيروس كان يتابع بنفس الحاجات ده هي. فاكر ينادي يا أبونا يوهنس، اللي هو كان أنبا يوهنس طنطا، وهو لسه رايح في الدير، أنت عليك اللحم المعصج، أنت عليك الخضار الفلاني. وكان أبونا أنبا سربون يبقى موجود في الألاية عنده ذكر، يكون عنده الأطعمة الموجودة، وكان يبقى الرهبان يخدمه، وكنا إحنا نتعلم من خدمتهم، نتعلم في صمتهم، نتعلم في تضاعهم، في محبتهم الكبيرة، علشان يعالجوا ضعفات كثيرة فينا إحنا الشباب. فإحنا الحقيقة نذكر هذا التقليد من قديم بداية السبعينيات في القرن الماضي، وكان لقاء مفرح جدا، وكنا نيجي نستنى من السنة للسنة. كنا نتعلم منه الخدمة والاتضاع والفرح بخدمة الكنيسة، وده كان مقدمة التكريس، إن إحنا حبينا الكنيسة وإحنا صغيرين، فكان إحساسنا بأهمية التكريس أمر ضروري، وكنا نستعد من إحنا شباب صغيرين إزاي نهيئ أنفسنا للتكريس من خلال زيارتنا الأديرة. كان لها بركة كبيرة في حياتنا.